الموضوع ده ايه؟ موضوع الوضع السياسي الحالي. انا متابع مقالات حضرتك في اسلاموية خصوصا موضوع ايه الجمل والله يا جمل ده عايز حركة شعبية، عايز الناس، مش عارف انا ادفع المسلمين وادفع الناس كلهم يا اخوانا. من اول ما ظهر انا فضل اخي خالد معركة من 3 اشهر يا جمل. الناس هنا فين لما ابتدت تنتبه يا جمال؟ بقايا بقايا نظام حسن مبارك، هو نفس العقليه المستبده، الكاره للاسلام والمسلمين، واخد بالك؟ عدو لكل حد، ولا يعرف حريه ولا يعرف ديمقراطيه ولا يعرف حاجه ولا يعرف حاجه. وعنده اخر حاجه طلعت ان هو ورى قرار عدم تسليم مسجد النور بسبب ان شنوده اتصل بيه وقال له الشيخ عبد السلام لو خد المسجد السلفيين ياخدوا المسجد، ف يعني ما بيسيبش مدخل لمصادره حق اي مسلم الا من عيونه. احنا عايزين نوضح حضرتك اهم الاشياء اللي افسدها من منذ توليه نائب رئيس مجلس الوزراء، يعني توضيح الاشياء دي. لا لا، انا عايز الحق. كل قانون وكل قرار وكل حاجه بتصدر مجلس الوزراء اللي وراها حسام شرف منظر يا جمال، حسام شرف منظر، قانون دور العباده اللي وراه، قانون التمييز اللي مش عايزين يعلنوا عنه حضرتك مخبينه هو اللي وراه، قوانين مجلس الشعب، مجلس الشورى، الانتخابات، كل ما هو اللي بيسرب اللي بيسموها بلانات الاختبار. يقول لك عايزين مجلس رئاسي، عايزين مجلس عسكري يحكم حكم انتقالي سنتين، عايزين اخر الانتخابات، هو كل ده الشغل بتاعه. لو فيش اتجاه قوي في الفتره الحاليه للضغط على المجلس العسكري بعد ما هو اللي ثبته، بعد ما قدم استقالته عصام شرف قبلها، المجلس العسكري ثبته مره ثانيه؟ عايز حركه شعبيه. عايز حركه شعبيه، المجلس العسكري لا يستجيب الا للحركه الشعبيه. اضغط. قلت لاخواننا والمشايخ من الاول، قلت لهم يا اخواننا يحيى الجمل اكبر عصرة ضد الاسلام والمسلمين، ضد الحريه. تمام. في مصر وانتبهوا له. كل المكتسبات ممكن تضاع، ممكن تقيد، وممكن تقفك، وممكن ما تحصلش عليها. الراجل دوت موجود عشان يصادر كل حق لك. طريق الحب. ولذلك هو مرضى عنه. لكن اي عمل عشان ينجح في التفاعل امام اي قوه لابد يكون قائم على اسس ثابته واستراتيجيه عمل. يعني انت عايز تقيم مؤسسه تنافس مؤسسة أخرى، لازم تقوم لها نظام مؤسسي وإدارة مؤسسية ومنهجية عمل وآلية عمل، واخد بالك؟ لكن بيحصل صحيح في خطوات للتقريب وخطوات للاتحاد، خطوات يعني لأول مرة يحصل إن في خطوات بين السلفيين والإخوان والاتحاد في مؤتمرات وفي خطابات وفي فده ما كانش بيحصل قبل 25 يناير يعني. ففي خطوات، لكن أنا بقول أنا أتمنى الخطوات تنقلب إلى استراتيجية عمل بين جميع الإسلاميين، لان اعدائهم بيخططوا باستراتيجيه موجهه وحرب ضد المسلمين وضد الاسلام كدين. انا بقول يا اخواننا خلينا نتعب كمسلمين جميعا، حتى الصوفيين المحبين لدينهم، حتى الصوفيين المحبين لدينهم، كل مسلم، مش شرط الاسماء اللي عنوانا بيها الافكار، اخوان سلفيين، جماعات كذا وكذا كذا، الحرب ضد الاسلام. كل اصناف والوان هذا الفكر اتعرض ان تحارب الاسلام كدين، مش بتحارب جماعه، بتحارب الاسلام كدين. فلماذا لا نتحد احنا كل المسلمين مع بعض؟ يعني ايه؟ في خلافات، في تباينات في الراي صحيح، لكن في قضايا خطيره وفي حرب اخطر توجب ان الجميع يتحد حبا ودفاعا عن الاسلام. خصوصا ان في ارضيه مشتركه ما بين طبعا، في ارضيه مشتركه طبعا عشان بس نبقى امان في لحيه وورع الميدان. كنت حضرتك صرحت قبل كده ان كان في وعد بخروج السياسيين والاحوال السياسيه ولم يتم الافراج عنهم الى الان، ايه الموضوع؟ هو الوعد بالافراج عن السياسيين اعتقد ان هو يعني في سبيله للتنفيذ، الان بيتم حصر بعض الاسماء، احنا عايزين كل الاسماء. يعني دلوقتي انا علمت ان في حصر بعض الاسماء من المحكوم عليهم عشان يخرجوا. لكن احنا لا 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 اتكلم على ايه؟ اتكلم على ايه؟ يعني احنا مثلا قدمنا 42 اسم. اعتقد ان هم في خلال الفتره القادمه الايام اللي جايه ديت هيخرجوا مجموعه. احنا ضد هذا، احنا نطالب بفراج عنهم جميعا. جميعا. واخد بالك؟ احنا نطالب بفراج عنهم جميعا. واحنا بنقول ان ده حقهم مش منا. ان هم اتظلموا في القبض، اتظلموا في التلفيق، اتظلموا في محاكمات غير عادله بالمره. وظلموا في احكام ظالمه 100%، فده من حقهم. وكل ثوره تاتي لابد انها تمحو وتزيل كل اثار النظام السابق من فساد واستبداد وظلم. ودول اولى الناس، اقل واحد فيهم عدى 10 سنين في السجن و15 سنه في السجن. في رسائل كتير بتجيلي منهم وهم حسوا بيأس شديد والشعب المصري نسيه وخاصه الاسلاميين وعلى راسهم نقط. ده حقهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكوا العاني.
وتفريج كرب الأسير ده مسألة مسائل أولويات، المطلوب من كل مسلم أن يبذل على قدر استطاعته في أن هو يفرج كرب الأسير. احنا كلنا يعلم أن التاريخ سطر مواقع حصلت وغزوات حصلت بسبب أسر شخص مسلم في بلد أو كده، فمسألة ليه من أولوية عند الاهتمام كمسلم، مسألة مهمة. لكن أنا ما بعذرش بعض إخواننا أو الرموز أو المشايخ في عدم الاهتمام بهذه المسألة، ما بعذرهمش، كلنا على قدر استطاعة. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، على قدر استطاعة بالكلمة. يعني كان في مؤتمر حضرتك عملته ونظمته في نقابة المحامين اللي هو المضطهدين قبل وبعد الثورة، هل المؤتمر ده حقق بعض النجاحات أو حتى وعود؟ حقق حقق بعض الوعود، وإن شاء الله في خلال الأسبوع الجاي ده يعني من بكرة إن شاء الله يعني هنفصل في مسألة الإفراج عنهم بكل جدية يعني. وجميعهم مش بدون استثناء حد يعني. نعم ذلك إن شاء الله بإذن الله. يمكن من أهم الأشياء اللي حضرتك ذكرتها في الفترة اللي فاتت الهجمة الشديدة وتوحد كل القوى الليبرالية واليسارية والاشتراكية ضد الإسلاميين، وطالبت بتوحيد جهود الإسلاميين. هل في خطوات عملية لتوحيد جهود الإسلاميين في الفترة الحالية؟ والله بعد دعوتك خلينا نتكلم بكل وضوح، هي مفيش استراتيجية توحيد. يعني